متهيألي أول ماتش اللي نلعبه صعب بعد الأهلي طرابلس. متهيألي الماتش ده كان أصعب ماتش يعني في البطولة. متهيألي أول جيم كان فيه ضغط وكان لسه الفرقة يعني فيه شوية دربكة يعني زي ما بنقول كده، بس الحمد لله يعني قدرنا نتغلب على الماتش 3-0 يعني بسهولة. يعني احنا المفروض عندنا بسم الله ما شاء الله أحمد صلاح وعبد الله بسلام وحسام وأحمد سعيد، يعني أقوى اتنين بيلعبوا أو أقوى ثلاثة بيلعبوا سيرفات عندنا. فالسيرفات عندنا كانت ضعيفة في الشوطين دول، بس الحمد لله في الجيم الثالث قدرنا يعني نتغلب 25-8 ولا يعني بالسيرف يعني. والاستقبال كان يعني لسه كان مش مظبوط قوي، بس الحمد لله في الاخر يعني ظبطنا كل الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله احنا يعني ان شاء الله عايزين نحافظ على الثلاثيه بتاعه السنه اللي فاتت، ان شاء الله عايزين نحافظ برده على السنه دي برده ناخد الثلاثيه يعني. ممكن يكون يعني مشاط بيكون الى حد ما في المتناول، لكن بعد كده الدنيا بتصعب في من دور الثمانيه ودور الاربعه، ويعني هتشوف لسه ان شاء الله. انا طبعا ان المدرج كله يتملي ان شاء الله، وطبعا هم حاجه كويسه لينا يعني جمهور الاهلي رقم واحد في مصر.